غدا ندوي جيت نوضح بزاف د الحوايج. الصباح كنت دخلت تيك توك لقى بزاف الناس كيدويو عليا انني دوات معايا شي اعلاميه وقللت معاها الاداب او ما هضرتش معاها باحترام. المهم غدا نجي نفي هذا الكلام كامل وغدا نبرأ راسي، انا ما دويت معايا حتى شي اعلاميه وهذيك الهضره ماشي ديالي وهذيك الكتابه ماشي ديالي، انسيه ما كندويش بها وما كنكتبش بها واكثريات كنهضر اوديو، يعني ماشي انا اللي تواصلت مع ديك الاعلاميه. وبالنسبه للتليفون ديالي كيبقى معايا 24 ساعه على 24 ساعه، يعني الكود كيبقى عندي انا، ما اعطي لتليفوني حتى شي حد، حتى واحد ما كيقرا الميساجات ديالي. يعني ما يمكنش شي واحد غادي ياخذ تليفون ديالي وغادي يهضر وغادي يكتب، باش نكتب هذيك الكتبه ولا نهضر هذيك الهضره هكاك. انا اي واحد كنحترمه كيف ما كان المستوى ديالو، كيف ما كان دري صغير ولا بنت صغيره، مره كبيره انا غير في الزنقه كتبغي تصور معايا شي واحد وما كيكونش عنده التليفون كنقول ليه تصور عندي وعطيني النمره انا صيفطها لك في واتساب. المهم انا عارفين الناس كيفاش دايره وكيفاش كنهضر، الله ياخذ الحق. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، انا جيت نوضح باش نبرأ راسي حيت الناس بزاف ناضوا هاجموا. بالعكس انا مرحبا بفكره شي قناه تلفزيونيه مغربيه تبغي تستقبلني، انا مرحبا بهذه الفكره. ودابا كنطالب باعتذار رسمي لرد الاعتبار النفسي والسمعه ديالي، حيت دابا ناضوا بزاف الناس كيهاجموني وبزاف الصفحات كيكتبوا عليا وهما ما عارفينش الحقيقه.